نتوقع ان تكون الاجواء صيفيه معتدله، ايضا درجات الحراره حول معدلاتها او اقل بقليل، والليالي راح تكون اجواء لطيفه باذن الله ورطبه. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشره الجويه تاتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات. ال جي الرؤية الحديثه. شركه بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وانفينيتي في الاردن. ليدر سنتر المهنيه للاستثمارات العقاريه والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا اهلا وسهلا بكم مره اخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحراره، نلاحظ ان المملكه ستبقى خلال الايام القادمه تحت تاثير كتله هوائيه معتدله الحراره والرطوبه، وبالتالي تكون الاجواء صيفيه معتدله اثناء النهار وصيفيه لطيفه تقريبا اثناء الليل. الاحوال الجويه المتوقعه هذه الليله، هذه الليله اجواء لطيفه. درجات الحراره الصغرى حول معدلاتها والصغرى المتوقعه 19 درجه مئويه اما الاحوال الجويه المتوقعه لثلاثه ايام القادمه يوم غد اجواء صيفيه معتدله اثناء النهار صيفيه لطيفه اثناء الليل العظمى المتوقعه 28 والصغرى 19 يوم الثلاثاء ارتفاع قليل درجه الى درجتين راح تكون الاجواء صيفيه معتدله في النهار وصيفيه لطيفه ليلا العظمى المتوقعه 29 إلى 30 والصغرى بحدود 19 درجة مئوية الأربعة يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تتراوح العظمى ما بين 30 إلى 32 أجواء صيفية عادية وأيضا أثناء الليل بتكون صيفية معتدلة وبتكون أيضا الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة في الأماكن المختلفة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى

والزرقاء 33 إلى 20 درجة مئوية المنطقة الجنوبية أجواء معتدلة في النهار لطيفة بالليل الكرك 29-18 الطفيل 28 28-20 الشراه 27 إلى 17 العقب أجواء حارة 39-18 وامعان 31 الى 22 درجه مئويه المنطقه الشرقيه اجواء حاره الازرق 36 و 21 الصفاوي 35 و 21 والرويشد 37 الى 22 درجه مئويه مشاهدينا شكرا لمتابعتكم واصغائكم ونترككم في امان الله النشرة الجويه تاتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات ال جي الرؤية الحديثة شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري